أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني عياد جميل، مدير جاليري مطل عمان. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها في جولة عبر رحاب القصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم، أنا سعاد كاشا من الجزائر، إلى عاصمة التاريخ والحضارة والحب والجمال، إلى دمشق عاصمة الياسمين. أهدي قصيدتي ثرى دمشق. كل الأماكن لم تعد تكفينا، وسل الدقائق كيف تعبر فينا. نمضي ونرحل في الحياة، وإنما ذكرى المواسم والفلا تبقينا. فنعود من بين الحطام لنقتفي أثر الشآم تذكرا وحنينا، حين نطوف على مرابع حلمنا ورؤى الشباب تشع في أيدينا. سكني دمشق، وأين مني منزلي؟ تلك المجالس وحدها تحينا. برد الرواء وقاس يون وغوطتي، والياسمين وطوقه يغرينا. يا ذا الزمان، فكيف أصبح نائيا عن ناظريك، وكيف لا تؤوينا. هيهات أسمح أن أجرد من فم يبكيك شعرا صادقا وأمينا. ما زلت أحلم أن أراك نبية، بين المصاعب تشرقين يقينا. بثرى دمشق تذوب كل مواجعي، أرض الشآم عبيرها يشفينا. تحياتي لكم. الكتاب هذا الجليس الجميل كانت له مساحة جميلة أيضا في حلقة هذا اليوم، فتابعوا معنا فقرة هذا كتابي. أنا الشاعر المحامي راغب محمد القاسم من مدينة نابلس في فلسطين، وأقيم في عمان. أنا عربي فلسطيني، شاعر منذ الحداثة، وقد أصدرت مجموعة من الكتب الشعرية والدواوين، ومنها كتابي هذا صدى الوطن. وهذا الكتاب يجمع في مجمله أغلب القضايا الوطنية العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، لأن القضية الفلسطينية هي قضية الوطن العربي بأكمله. تناولت مواضيع هذا الكتاب من كافة القضايا العربية من المحيط إلى الخليج، وأرجو أن يكون هذا الكتاب بمضمونه يتناسب مع أفكار المواطنين العرب في كل مكان. ومن هذا الكتاب وهذا الديوان صدى الوطن، اخترت لكم هذه الأبيات من قصيدة سميتها فلسطيني أنا. فلسطيني سأحملها معلقة بأكتافي، أطوف بها وأبقيها عناوينا لأهدافي. فإن سألوا أمن يافا، أقول نعم أنا يافي. أنا عربي فلسطيني، أنا من شطها الدافي، أنا من شامنا الكبرى، أنا من نبعها الشافي. فلسطيني
ولبناني وعماني بأوصافي، أنا من عمق بادية، أنا من غورها الصافي. طبعا هذا جزء من هذه القصيدة التي تبثل الشعور الوطني العربي القومي لأمتنا العربية. ولا ندعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي. الجاليري مطل عمان أول إشي جمعنا بين الثقافة الأردنية والثقافة العمانية مع الرسم، فإحنا لما يجينا الزائر بننوه لهم أو منفرجيهم ومنركز على أنه إحنا نجمع بين الثقافة الأردنية مع الرسم بلوحاتنا، العمانيات، الثوب الفلسطيني، الثوب الأردني، الثوب العربي أو طريقة حياتنا بالفن. وكمان عنا بسبب العدد الكبير من الفنانين عنا تنوع اللي هو التجريدي، في عنا الأماكن الموجودة بالأردن، الخط العربي، فإحنا منركز لهم الأشياء الموجودة عنا بالمعرض. اليوم في زيارتي لجاليري مطل عمان شفت كثير لوحات بتجنن لعدة فنانين أردنيين، وأغلبية اللوحات هاي كانت بتحكي عن شو واقعنا موجود، عن أماكن جد موجودة عندنا في عمان ولازم إحنا نزورها. اللوحات الموجودة في المعرض جميلة جدا ورسمت باحتراف من فنانين أردنيين عندنا. في لوحة من اللوحات لفتت انتباهي موجودة في المعرض، كانت عم تحكي عن واقع جد موجود عندنا في الأردن، عن أم فقيرة ومع ابنها موجودين في الشارع في مرحلة معينة من الزمن مرت هي فيها، فاقتبسوا الفنانين هاي الشغلة من الواقع ورسموها على اللوحات. بخطط أسامي وبعمل لوحات فنية ومزغرفة كخط عربي كفن إشكيلي، بالإضافة في ناس بيجوني من برا بدهم يخططوا أسامي، عامل بروشورات خاصة وشغل يدوي، شغل إيد وشغل يدوي مزغرفة بزغرفة اليد، ما في نوع من أنواع الطباعة، وبخطط لهم أسامي. وبالإضافة اللي بده عامل لوحات فنية غير مخططة، اللي بده يحط اسم، اللي بده يحط آية معينة، اللي بده يحط جملة بيت شعر كذا، متوفر موجود عندنا. وفي كلتا الحالات جميع الخطوط أو الآيات أنا خططتها ومتوفرة وجاهزة. أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني عياد جميل مدير جاليري مطل عمان، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عياد. أهلا وسهلا، ضيفا على فضاءات وعلى رافدين. أهلا وسهلا، شرفتونا. طبعا حضرتك فنان تشكيلي وأيضا عملت في مجال السياحة، ولديك هذا المعرض الذي تسمونه الجاليري مطل عمان، وكما قلت فعملت فترة أنت في مجال السياحة كمرشد سياحي ومدير مدير تسويق لعدة مكاتب سياحية. إلى أي مدى استفدت من تجربة العمل في مجال السياحة في استقطاب الزوار الأجانب والسياح لهذا المعرض؟ بداية خلينا نركز على أنه العمل في القطاع السياحي وخاصة في الإرشاد أعطاني دفعة لمعرفة احتياجات زائر الأردن، وهاي مثلا الزائر عادة
بيحرص على زيارة المواقع الأثرية، زيارة المحميات الطبيعية، لكن يغيب عن الذهن تعريفه بالإنسان، بالمبدع الأردني. فكان هذا الدافع الرئيسي بالنسبة لي حتى أبحث عن فكرة تضيف للمنتج السياحي الأردني إضافة نوعية وإلهام من ربنا. والكوني يعني بهوى الرسم، بدأت الفكرة بالبحث عن مكان يتناسب مع الهدف. وكان الميزة بالعمل كدليل سياحي دافع أني أبحث لمعدة أشهر عن مكان يتواجد فيه السائح، يتواجد فيه الزائر. ويعني شعرنا أنه قلب عمان، وسط عمان، السنتر هو المكان الذي يرتاده كل زائر لمدينة عمان. إحنا بنحكي عن العاصمة، العاصمة فيها المقيم، فيها المغترب، فيها الأجنبي اللي يعني يقضي عمله في الأردن، والإضافة السائح. ومن أهم معالم مدينة عمان هو الطريق ما بين جبل القلعة، المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، والمدرج الروماني. فربنا وفقنا باختيار المكان بأنه نبحث عن بيت عماني أصيل يعكس نمط الحياة الأردنية، بحيث أنه السائح لا يتعرف فقط على الفن التشكيلي، بل يتعرف على كيفية سكن ومعيشة الإنسان في المنطقة. وتوفقنا أنه نجد بيت اللي هو الآن المقر الحالي للجاليري ما بين جبل القلعة والمدرج الروماني. إذن الآن يعني حقيقة كان هذا أيضا يعني محور أو سؤال كنت أنوي أوجهه لك، لكن أنت سبقتني في هذا الأمر. موضوع اختيار الموقع، حقيقة الموقع طبعا وسط البلد اللي هو القلب النابض للمدينة، يعني تزدحم بالأسواق، تكتظ بالمحال التجارية. إذن الاختيار الموقع كان خلفية السياحة هي التي دفعتك إلى اختيار هذا الموقع، وكنت موفقا في هذا الأمر. الأمر الآخر، أنت كما قلت أنه لأنه هناك يعني أمامنا يعني أمام هذا المطل هناك المدرج الروماني، وهو طبعا قبل السائحين الأجانب والعرب، كيف يعني أرشدتم؟ طبعا تستخدم الدليل السياحي، وأنا خاطبتك كمرشد سياحي. طبعا بعض البلدان العربية تستخدم دليل سياحي، وبعض البلدان تستخدم مرشد سياحي، وكلاهما سيان. كيف أرشدتم الزائرين الأجانب إلى هذا المكان؟ التحدي الأكبر هو فعلا اختيار المكان. نعم. يعني عندما نتحدث عن القلب النابض لمدينة عمان، أي زائر في عمان المتنفس للمدينة هو عادة الحي القديم أو الأحياء القديمة، وبحكم السفر والمعيشة في عدة دول كان هذا دافع لنا أنه نبحث عن المكان السهل الوصول، لأنه السائح ما عنده الوقت والرفاهية أنه يقضي ساعات في البحث عن المكان. فوجودنا أو وجود بعض البيوت العمانية القديمة التي يزيد عمرها عن 100 سنة في المنطقة الرابطة بين جبل القلعة والمدرج الروماني كان هو الدافع لاختيار المكان، وبالتالي سهولة الوصول للسائح. وطبعا السائح لا نقصد فيه فقط الأجنبي الذي يزور عمان، بل نقصد فيها أيضا ابن الأردن المغترب وضيوف الأردن الذين يمرون في الأردن لزيارة بعض الدول العربية المجاورة، فعمان هي نقطة اللقاء والملتقى. جميل. أنا لاحظت طبعا المعرض هو يعني طابعه العام هو للفن التشكيلي، لكن أنا لاحظت أيضا هناك مقتنيات أثرية، تحف أيضا. يعني هي فقط للعرض أم هناك نشاط تسويقي يقوم به هذا المعرض؟ عندما نتحدث عن الفن التشكيلي يتبادر للذهن هو اللوحة الفنية، لكن النحت وفن الخزف هو فن في النهاية. فحرصا منا على التنوع حتى لا يصاب الزائر بنوع من الملل، لأنه فقط لوحات يزيد عن 500 لوحة. حرصنا على أنه نجذب بعض الفنانين التشكيليين المتخصصين بصناعة الخزف واللي مستواهم مستوى عالمي، ونحاتين خشب. فبالتالي الموجودات هي عبارة عن الفن بأشكال مختلفة تعكس البيئة والعادات والتقاليد لابن المنطقة. كم فنان تشكيلي مشارك بهذا المعرض؟ في الوقت الحاضر يعني الحمد لله وصلنا إلى 24 فنان محلي. وأقصد بمحلي أنه من الأردن وبعض الفنانين من دول الجوار اللي اتخذوا من عمان مقر له. نعم. كيف تم التنسيق معهم؟ هي علاقة شخصية. نعم. احنا تعرف الفنانين بشكل عام يعني في روابط. أنا قصدت بسؤالي هذا، هل أنه هناك لون معين تؤثرونه في هذا المعرض
وأنت تميل إلى الفنان التشكيلي المعين أو النحات المعين أو يعني أم هو يعني اختيار عشوائي حسب العلاقات يعني؟ لا الـ 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 الأهم في الموضوع الاختيار حسب الموضوع. نعم. يعني بما أني أنا أتوجه لتعريف زائر عمان بالفن التشكيلي الأردني وبالإبداع المحلي، حرصت على إنه اختيار اللوحات بناء على رغبة الزائر، بمعنى اللوحات اللي موجودة إذا بتعمل جولة في الجاليري ستجد أنها تعكس البيئة المحلية. اخترعنا مصطلح سميناه عمانيات، بحيث إنه الزائر يأخذ معه هدية تذكارية فريدة بحيث إنه يكون جزء من عمان معه في بيته في أي دولة في العالم. حرصنا على إنه البيئة العربية، وإحنا مشهورين مثلاً بالخيل أو بالجمال، ففي لوحة الخيل العربية موجود عندنا لوحات تعكس البيئة الطبيعية في الأردن مثل زيارة وادي رم أو البتراء. فكان الحرص هو على اختيار الموضوع قبل اختيار الفنان، لكن دور الفنان، لأنه عندما نتحدث عن الفنانين التشكيليين في المملكة نتحدث عن المئات، فالبحث عن اللوحة والفنان التي يتناسب مع ما يرغبه المتبقى. طيب كيف توصلون إلى رغبة الزائرين؟ هل هناك حوار ينفتح مع الزائرين؟ ماذا ترغب أي زائر؟ أم مراقبة الزائر إلى ماذا ينظر، إلى ماذا يهتم، أين اهتماماته؟ يعني كيف توصلتم إلى رغبة الزائرين؟ هي حصيلة خبرات صراحة. يعني العمل كمرشد سياحي أهل أني أتعامل مع الزوار الأردن من أكثر من ثقافة، وخاصة أني أتحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية، وبالتالي تعرفت على رغباتهم، على احتياجاتهم، وبالإضافة لبعض الدراسات اللي هي دراسات جدوى حتى نعرف ما الذي يبحث عنه السائح. 100% لا يبحث السائح عن لوحة مطبوعة، لا يبحث عن شيء من خارج المكان، يعني لن يبحث عن لوحة من دول أوروبية في الأردن، بل يبحث عن لوحة بيد أردنية بيد عربية بإبداع من وحي المكان، وهذا اللي ساعد وساهم في اختيار اللوحات ومعرفة احتياجات زوار المكان. ومع السنوات من 2008 ربنا أكرمنا أنه نعرف ما يبحث عنه الزائر. جميل. يعني هناك جزء كبير من اللوحات كما لاحظت يعني تتناول فلسطين، المدن الفلسطينية، هناك إشارة إلى القضية الفلسطينية، هناك إشارة إلى احتلال القدس وتجسيد المسجد الأقصى. كيف وجدت تفاعل الزائرين لهذا المعرض مع هذه اللوحات، مع قضية فلسطين، يعني خاصة الأجانب؟ يعني السؤال يعني بعتبره ذو شقين. الشق الأول أنه نحن في الأردن نعتبر أن القدس هي جزء من العقيدة ومن من من إيماننا بوجوب عودتها إلى أصحابها الشرعيين. في المقابل أي زائر سواء عربي أو غير عربي أجنبي بيزور الأردن، القدس هي معروفة، القدس هي مدينة السلام، مدينة عالمية، والكل بيرغب بزيارتها. لاحظنا أنه الزوار الأجانب يعني بحكم الجوار ما بين الأردن وفلسطين يرغب بالحصول على القطعة الفنية المميزة، وهي لوحة فنية تعكس الحارات القديمة في القدس أو تعكس جمالية قبة الصخرة والهندسة العربية والفن الإسلامي اللي موجود في قبة الصخرة. فكان دائما من أكثر اللوحات اللي مطلوبة هي لوحة القدس لرمزيتها عند الزائر وعند ابن المنطقة. يعني الزوار الأجانب يطلبون لوحات القدس؟ لا أبالغ إذا قلت أنه يمكن 70-80% من لوحات القدس تذهب للأجانب. طيب جميل. هناك بعضهم تعرف أنت، هناك أيضا هذا الموضوع، أنت تحدثت عن موضوع العقدي للقضية، قضيتنا طبعا المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وهو أيضا قبلة الأديان الأخرى، وتعرف هذا الموضوع العقدي عند اليهود، عند النصارى. كثير من الشعوب الأوروبية بسبب الإعلام المنحاز إلى الكيان الصهيوني شوهوا قضية فلسطين، واعتبروا أنه اليهود لهم وطن وهناك يعتدى عليهم من قبل العرب. هل حصلت فرصة نقاش وحوار مع الأجانب الذين يعملون هذه الخلفية لتوضيح قضية فلسطين؟ لا، هي أكبر من هيك، بمعنى أنه وجود لوحات تمثل بعض المدن أو القرى الفلسطينية وخاصة القدس هي رسالة، لأنه في النهاية هي فرصة لي كمرشد سياحي أولا وغاليري أني أعرف الزائر على وجهة النظر الأخرى، حتى أني أحاول يعني ألغي الانحياز المسبق
اللي وجهة النظر وجهة نظر الاحتلال، فهي فرصة لا تعوض، ودائما في نقاشات، دائما في محاولة تعريف الآخر بصاحب الحق. هل تعرضتم لزوار متزمتين تجاه هذه القضية؟ لا. يحمل رؤية مضادة؟ لا لا. نعم. ليش؟ لأنه صراحة أنا خلينا نجيها من ناحية سياحية، اللي بيجي على الأردن أو المنطقة هو زائر يبحث عن النوع من الانبساط، الكيف، لا يبحث عن الصدام، هو إنسان عنده إجازة لمدة 10 أيام أو أسبوعين يبحث عن الرفاهية، فهو لا إنسان يقدر ويبحث عن وجهة النظر الأخرى، وهي جزء من رسالة. يعني خلفية واضحة لديهم عن الاحتلال والقضية قضية فلسطين. خلينا يعني لا أبالغ، الغالبية نعم. نعم. غالبية نعم، خاصة في الفترة، إذا بدي أقارن آخر 5 سنوات في نقلة نوعية بفهم الأجنبي الأوروبي بالذات لصعوبة الاحتلال وتدميره للحق الفلسطيني. نعم. كيف التعامل مع الفنانين التشكيليين الذين يعرضون لوحاتهم هنا؟ هل يقام له حفل للأوحات فيما بعد؟ تترك اللوحات أو تعرض في هذا المعرض، أم فقط أنه يحمل لوحاته وتعرض هنا دون إقامة حفل؟ الهدف الأول أو يعني من الأهداف الرئيسية للجاليري هو دعم الفنان التشكيلي. نعرف أنه الفنان التشكيلي في مختلف دول العالم هو مظلوم وقدرته على تسويق نفسه ضعيفة، يعني هو فنان مبدع في الرسم، في النحت، في تشكيل الخزف، لكن قدرته على التسويق ضعيفة. ف جزء من رسالتنا هو إتاحة الفرصة لأي فنان يقدم رسالة هادفة تعكس البيئة المحلية بأنه نعرض لوحاته عنا لفترة غير محدودة حتى أنه يتمكن من بيعها، لكن الشرط الرئيسي زي ما قلت اللي هو أنه تكون من وحي البيئة، ما تكون غريبة عن حضارتنا وتقاليدنا. لكن لا تقيمون احتفالات في الاحتفالات صراحة؟ نعم. يعني الجاليري تركيزها على التعريف بالفن والفنانين، الرمزية الاحتفاليات إذا لن أبالغ إذا قلت إنه ممكن أسبوعيا تعمل احتفالية، وهي يعني فيها جهد مبالغ فيه. نعم. ننأى عنه. أنا كما قلت في بداية الحوار إنه رأيت إنه هناك مقتنيات غير اللوحات، غير الفن التشكيلي، يعني ملابس، اكسسوارات ايضا من التراث. اي جانب من المقتنيات التراثيه يقبل عليها الزائر الاجنبي بشكل عام؟ يعني الحلي والمجوهرات والمطرزات، لانه التطريز اليدوي الان اصبح سلعه نادره، واختيار اللون اللي موجود من سيدات المحليات يختلف عن اختيار الالوان في دول اخرى عالميه، فبالتالي هو يحرص على مرة ثانية أنه يقتني قطعة تعيد ذاكرته لجمالية المكان، فقطع التطريز بالذات والحلي المصنوعة بيد السيدات المحليات هي قطع فنية لا تتكرر. نعم. وفي عليها إقبال رائع جدا الحمد لله. جميل. يعني أنا تحدثت عن المقتنيات في هذا المعرض، أنا رأيت أنه يعني هناك زوايا كثيرة في هذا المعرض، غرف كثيرة، لاحظت أنه كل غرفة أو كل زاوية فيها نوع من الفن التشكيلي مختلف عن الآخر، يعني هذا تم بترتيب مسبق أم هكذا جاء عشوائيا؟ لا، العشوائية في عملنا يعني بعيدة، لا 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 يعني لا نطمح أن نكون عشوائيين، لكن السعي هو الدؤوب، اكتساب الخبرة من نظرة السائح أو الزائر، الأشياء المفضلة نحاول حتى يكون في نوع من النظام أو الانسيابية والراحة النفسية عند دخول أي غرفة، بحيث أنه يكون فيها طابع متميز. يعني ستجد لوحة تركز على الخط العربي وجمالية الخط العربي وأبيات الشعر العربية أو بعض الآيات القرآنية التي يتداولها الجميع، فالحرص أنه كل غرفة تعطيك نوع من الفن بحيث أنك تشعر باستمتاع عندما تقضي ساعة من الزمان في ربوع معرض اللوحات الفنية، فالشغلة لا مدروسة وبناء على تجارب وخبرات مع زوار المعرض. جميل. ودي أتحدث أيضا عن الخط العربي، حضرتك قلت هناك غرفة خاصة للخط العربي، من الخطاطين لهم مساهمات في هذا المعرض؟ يعني صراحة نتعاون حاليا مع 4 فنانين تشكيليين دمجوا أو مزجوا بين الخط العربي. نعم. والفن التشكيلي، منهم الأستاذ القدير إبراهيم أبو الطوق، زياد موسى، عماد عقل، يعني هذا بعض الخطاطين، ودائما في تجديد، يعني دائما في روح جديدة حتى أنه ابن المنطقة، ابن عمان، لا يشعر بالملل عند زيارة. نعم. المعرض. اختيار لوحة الخط، هل
يعني أفق، يعني اختيار مدروس أنه هذا يجب أن تكون تجمع بين الفن التشكيلي وبين الخط، أم فقط أنه إبراز الخط العربي؟ لا، هي 100% نوعين، يعني النوع اللي تركز على الخط وجمالياته، ولكن في المقابل في جزء يعني كبير من اللوحات الخط العربي هي دمج ما بين الفن التشكيلي أو اللوحة التشكيلية والخط العربي، لأنه الزائر أو اللي يعشق الخط إذا لا يفهم اللغة العربية هو يبحث عن جمالية اللون والشكل، فبالتالي لا، مزج ما بين الخط وما بين الفن. جميل، سنكمل بعد الفاصل، ماذا تنسى العياد، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني عياد جميل، مدير غاليري مطل عمان. أهلا بك أستاذ عياد. كنا نتحدث عن قبل الفاصل عن نوعية الخط الذي ينتقى لهذا المعرض، وقلت حضرتك أنه تحرصون على أن يكون هناك لمسة فنية، فن تشكيلي مع الخط، وقلت لي بحدود أربع خطاطين أو أربعة خطاطين مشاركون فيها. موجودين أربع خطاطين. قلت لي هم من ضمن الأربع وعشرين فنان. نعم. تشكيلي. نعم. وقلت المشهد الأردني يزدحم بالفنانين التشكيليين. صحيح. الذين لم تعرضوا لوحاتهم هنا، ألا يعني يحملون عتبا عليكم مثلا، أو لماذا لم تعرض لوحاتنا في هذا المعرض؟ طبعا العتب بين الحبايب، خلينا نحكيها باللغة العامية، لكن حرصنا على التنوع. نعم. والتجديد، هنالك مساحة دائما لزيادة العدد. نعم. والحمد لله يعني خلال السنوات القليلة الماضية تمكننا من زيادة عدد أو مساحة الجاليري من 4 غرف إلى 14. فالمساحة موجودة، لكن المشهد الفن التشكيلي في الأردن مزدحم فعلا. نعم. ونتمنى على الكل أن يكون يعني متعاون وصبور معنا حتى نقدر على تقديم الصورة الصحيحة. جميل، احنا ركزنا حقيقة في حوارنا، في مساحة حوارنا في النصف الأول من الحوار على المعروضات هنا والنشاط، لكن بدي أن أركز أيضا على الجانب الفني لضيفنا. نتحدث عن أنا لاحظت طبعا هناك زاوية لحضرتك هي للرسم، يعني واضح أنت مشروع لوحة فقط ألوان، فأريد أن نعيش مع فنان عياد في هذه الزاوية، كيف يبدأ أو يمارس هواية الرسم وسط هذا المعرض؟ يعني هي البداية عندما تكون في مكان يشع بالبهجة وبالألوان، فأنت تشعر بسعادة. هذه البداية، إذا كنت أنت في حالة من الانتعاش تبدأ تتولد الأفكار، وتمكننا خلال يعني السنوات الماضية من خلينا نسميها اختراع لوحة فنية جميلة تعكس بيئة عمان اللي سميناها عمانيات، تعكس دفء المدينة، نبض المدينة، شوارعها، ازدحامها، أدراجها، وإحنا موجودين على يعني درج أعتبره من أهم أدراج مدينة عمان. فالبداية هي أنه نعكس جزء من هذه المدينة الكبيرة في اللوحة الفنية بألوان تشع البهجة والفرح. والحمد لله رب العالمين، يعني وجودي في الجاليري دائما يولد الأفكار اللي تعكس اهتمامات الزوار. هل لك لوحات معروضة هنا في هذا؟ نعم طبعا. نعم. أي مواضيع تناولت فيها؟ عمانيات بشكل رئيسي، الحياة في الريف. نعم. خاصة الصحراء، وادي رم، هذول الموضوعين الرئيسيات، واللوحات تعكس يعني الفن الحديث بلوحات التجريد. نعم جميل. يعني أنا لاحظت مختلف المدارس، مدارس فن التشكيلي هنا في هذا المعرض، يعني مدرسة الانطباعية، المدرسة التجريدية، المدرسة السريالية. الزائرون أي نوع من المدارس دائما ترى يستأثر باهتمامهم؟ يعني أركز على مدرستين، الواقعية والتجريد، هذول المدرستين يعني في اهتمام كبير.
التجريد لأهل البلد للمقيمين في عمان بشكل رئيسي، الأجنبي يبحث عن الواقعية نوعا ما اللي تعكس الأماكن اللي زارها ووجد فيها البهجة. إنه أصابه الملل من التجريد. نعم يعني هي اختلاف. الاختلاف دائما، الاختلاف دائما مطلوب ومرغوب. تمكننا من ذلك. والعربي يبحث عن التجريد ظنا منه أنه ينتقل إلى عالم آخر من الجمال. يبتعد عن الواقعية الصعبة التي نعيشها. الواقع المر. نعم. حضرتك درست التاريخ في جامعة بيروت العربية، إلى أي مدى استثمرت دراسة التاريخ في العمل السياحي والعمل التشكيلي؟ يعني هو التاريخ بحد ذاته يعني العمود الفقري لعملي كدليل سياحي، لأنه إحنا منطقة زاخرة بالتاريخ، زاخرة بالمواقع، فبالتالي معرفة التاريخ يؤهلك أنك تكون مبدع في مجال عملك. والحمد لله كمرشد سياحي بأكثر من لغة من خبرة 30 سنة، الأمور فوق الممتازة في حالة وجود حركة سياحية في المنطقة. نعم. في المقابل معرفة التاريخ أعطاني الزخم بسبر أغوار الفن التشكيلي، بمعنى أنه يعني عندما نتحدث عن الأردن نتحدث عن فنان صنع أقدم تماثيل على سطح الأرض في هذه المنطقة، من أقدم الرسوم الجدارية موجودة. إذا زرنا البادية وخاصة منطقة وادي رم نتعرف على تاريخ النقوش الثمودية والصفوية والعربية، فبالتالي هذا المخزون التاريخي الثقافي ينعكس على لوحاتي ولوحات الزملاء، بحيث أنه نحاول نوجه الفن التشكيلي أو الفنان التشكيلي لعمل لوحة تلبي رغبات المهتمين. يعني أنا لاحظت دائما الأشقاء الأردنيون يركزون على جانب البادية في وادي رم، وهناك مساحات بادية أخرى مثلا على حدود السعودية، على حدود العراق، حتى على حدود سوريا إلى حد ما هناك أيضا بادية. لماذا لا يركز على هذه المناطق فقط؟ التركيز دائما بالحديث عن التراث وعن الفن وعن السياحة، التركيز على وادي رم أكثر من سبب. السبب الرئيسي لجمالية وادي رم. نعم. يعني تختلف البيئة الصحراوية في وادي رم عن أي بيئة صحراوية في المنطقة بأنها عبارة عن تشكيل ما بين الصخور وما بين الرمال بألوان متعددة. هذه الخاصية نفتقدها في شمال أو شرق المملكة، اللي هي عبارة عن صحراء نوعا ما صخرية ومستوية، لا يعني تنوع التضاريس فيها محدود. ومن الجهة المقابلة الزائر الأردن الذي يقضي أسبوع أو 10 أيام في المملكة يركز على زيارة جنوب المملكة لقربها من مواقع أثرية مهمة مثل البتراء وقربها من ساحل البحر الأحمر، فبالتالي يعني المنطقة التي يتم زيارتها بشكل كبير هي منطقة الجنوب. جميل. أعود إلى موضوع الاختلاف المعروضات في زوايا هذا المعرض. قلنا هناك يعني كل زاوية هناك معروضات لها موضوع مشترك. الفنانون الذين يشتركون في هذا المعرض هل لهم لمسة، هل لهم رؤية في موضوع اختيار الزاوية أو وضع لوحاتهم وأعمالهم في هذه الزوايا؟ لا، من هاي الناحية نحن كإدارة والعاملين في الموقع من خبرتنا في خلينا نسميها الجولة في المتحف والمعرض هي اللي أعطتنا الفكرة كيف نوزع المواضيع، لكن الفنان دوره أنه اختيار المواضيع اللي هو يبدع فيها بما يتناسب مع الاحتياجات اللي احنا بنبحث عنها والتجدد. يعني نسلمها لكم. نعم. ولكم انتم حريه التصرف، حرية فيها التصرف. داخل غرف الجاليري. يعني الم يعترض احد منهم انه لماذا الفنان الفلاني وضعتم لوحاته في بدايه المعرض وانا في العمق؟ يعني هو تحدي الغرف البعيده. هو تحدي. نعم. لا يعني العاملين في المعرض رسالتهم واضحة جدا، إنه التعريف بالفن التشكيلي الأردني، فبالتالي لا يعني لا يتمكن العامل بالاقتصار على غرفة أو غرفتين. الجولة هي عبارة عن جولة في 14 غرفة، بالتالي ما في فنان يهضم حقه، ونحن حريصين على التغيير والتجديد حتى لا يصيبنا إحنا كعاملين في الجاليري الملل، فيجب تغيير مواقع اللوحة. يعني هناك عملية تغيير بين فترة وفترة بين طبعاً المواد من زاوية طبعاً إلى زاوية. طبعاً. حتى نفس اللوحة إذا شعرنا إنها كانت موجودة في نفس المكان لفترة طويلة
نحاول نغيرها لمكان آخر لجذب الانتباه لها من إضاءة، من وجودها في ممرات أو بعض الأماكن. جميل، لاحظت بعض اللوحات مكررة، يعني لا سيما لوحة القدس أو المسجد الأقصى، أنه هناك لوحات تكاد تكون متشابهة، يعني بتركيز عميق حتى تلاحظ بعض اللمسات المختلفة. صحيح. ما الهدف؟ صحيح. الآن الفنان التشكيلي هو عبارة عن محاولة لعكس حالة نفسية أو حالة داخلية على واقع اللوحة. نعم. القدس مثلا في معظم اللوحات هي عبارة عن قبة الصخرة بجماليتها وإبداعها الهندسي، في المقابل الفنان الحالة النفسية اللي بمر فيها لحظة إن مسك الريشة هو عبارة عن فرح أو حزن، عن تفاؤل أو تشاؤم، فهذا بينعكس على الألوان وعلى حركة الريشة وانفعاله مع اللوحة، فبالتالي في اختلاف. شكرا لك على موضوع حالة الفرح أو حالة الحزن التي يعيشها الفنان التشكيلي أنه تنعكس على الألوان. طيب، هناك مشهد مثلا أو منظر أنه هذه ألوانه، يعني قد تكون ألوان، قد يكون يرسم السماء داكنة في فصل الشتاء، لا يمكن أن يعني في فصل الشتاء في جو ممطر لا يمكن أن يعني يرسمها أنها أضواء وشمس. حالة الفرح وحالة الحزن كما قلت تنعكس على الألوان، طيب كيف يتعامل مع مشهد أمامه هذه الألوان؟ ربما تكون داكنة وهو في حالة فرح، أو ربما تكون منفتحة مشرقة وهو في حالة حزن. في أكثر من جانب لهذه القضية، إنه الفنان هو بشكل عام هو عبارة عن إنسان يعني مزيج ما بين الفرح والحزن، ففي لحظة الرسم الحالة الطاغية تنعكس على اختيار الألوان، فهو في اللحظة اللي هو فيها حتى لو كانت السماء غائمة وكان عنده انشراح فيختار الألوان البهيجة، حتى وإن كان حزين وكانت السماء صافية وزرقاء فستجد الغالب على الألوان الداكنة، فهي الحالة النفسية التي تحكم أكثر من حالات الطقس أو الجو. جميل، بدي أن أتحدث عن الخط العربي، هل وجدت أو لمست اهتمام كبير من زائرين الأجانب بالخط العربي؟ هل يسألون عن الخط العربي؟ هل هناك اهتمام واضح لديهم؟ الأجنبي إذا قصدنا فيه الأوروبي والأمريكي اهتمامه بالخط قليل جدا إلا إذا أنت وجهته، وبالتالي نحن حريصين كعاملين في جاليري مطلع عمان على إيصال جمالية والإبداع في اللوحة الفنية التي تدمج ما بين الفن التشكيلي والخط العربي، فهم لا قليلين المعرفة، لكن عندما ينصدم بكم اللوحات الكبير والتنوع اللوني والتنوع في الخطوط العربية ما بين الثلث والنسخ والرقعة وما إلى ذلك، فهو يشعر بجمالية، وعند اختيار الكلمات أو الجمل أو أبيات الشعر التي تعبر عن حالة وجدانية عند كتابة الخط فهو يشعر بمتعة ويحرص على اقتناء هذه القطعة الفنية النادرة. هل هناك من اقتنى يعني لوحات للخط من الأجانب لا سيما الأوروبيين؟ نعم، وخاصة الأوروبي صراحة، لأنه الخط العربي فيه جمالية، يعني الحركات سواء مثلا الخط الكوفي أو الخط الثلث أو الديواني الجلي هي خطوط فيها حركة، فيها انفعالية، فيها انسجام، فيها تناسق يريح العين. نعم. واللوحة الجميلة الكل يرغبها بغض النظر عن الموضوع. جميل، تحدثنا قبل قليل عن الموضوع دراسة التاريخ، حضرتك كما قلت يعني دراسة التاريخ واستفدت من دراسة التاريخ لمعرفة المواقع، تفاصيل جغرافيا البلدان، المناطق الأثرية المهمة. الأجانب الذين يزورون الأردن وطبعا يتجولون في الأماكن السياحية الأماكن الأثرية ويزورون هذا المعرض، هل جميعهم فقط جاء للترفيه أم بينهم من هو مستشرق وباحث يكتب عن تاريخ هذه إذا تحدثنا عن الغالبية العظمى فهو زائر يبحث عن الاستجمام، عن الراحة، عن البهجة، عن الفرح، عن اكتشاف الآخر، على التعرف على إبداعات الخالق. نعم. اللي موجودة في طبيعة المنطقة، وهذا يعني الغالبية، لكن لا يخلو المشهد من زيارة مستشرقين أو بعض الصحفيين الذين يبحثون عن القصة أو السبق، لكن عندما نتحدث عن الغالبية نتحدث عن إنسان يبحث عن البهجة والفرح. نعم. السائح في الغالب أنه يعني ما صادفتم أن هناك مستشرق أو باحث حاول أن يعني يستفيد من هذه المقتنيات في هذا المعرض بهذا الموضوع؟ صراحة من خبرتنا في الموقع لا،
لا لم يعني نواجه أي شيء غريب أو غير معتاد. لا نعم. صراحة الغالبية عندما يدخل إلى المعرض هو يبحث عن التميز، يبحث عن الانفراد في اللوحة، يبحث عن فهم الآخر والاستمتاع بالإبداعات، والحمد لله. جميل. تحدثنا عن اختيار الموقع وأنه كان اختيار موفق واختيار استراتيجي نابع عن خلفية سياحية لحضرتك، وإقبال المجتمع الأردني على هذا المعرض كيف تراه؟ صراحة إذا بدي أتحدث عن غالبية الزوار المحليين أبناء عمان أو أبناء الأردن للجاليري يتفاجؤون، وهذا ما يعني نعتبره رسالة للتعريف أنه هناك فنان أردني مبدع على مستوى أو وصل إلى العالمية. فهي جزء من رسالتنا أن التثقيف والتعريف بأن هناك فنان أردني تشكيلي مميز، صاحب فكر، صاحب رسالة، والحمد لله يعني إيجابية موجودة. جميل. هل حاول بعض الفنانين المبتدئين أن يطرقوا أبوابكم؟ دائما. نعم. دائما، ونحن حريصين على دائما إعطاء الفنان الجديد فرصة لعرض أعماله، وبالعكس يعني من 24 فنان يعني ما لا يقل عن 5 أو 6 هما يعني في بداية مشوارهم. جميل جميل جميل. يعني أتمنى لكم التوفيق في هذا العمل الثقافي والإبداعي والتراثي. شكرا جزيلا للزيارة، شرفتوا الأردني عياد جميل. شكرا لك. شكرا لزيارتكم لك. وفرصة سعيدة. نحن أسعد سعيد. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. حياك الله سعد. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.